بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد رئيس ديوان معالي الوزير، السادة نواب الرئيس والمكلفين بالمهام برئاسة الجامعة، السادة رؤساء المؤسسات الجامعية، السيدات والسادة أعضاء مجلس الجامعة، السيدات والسادة الإعلاميين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية، أصالة عن نفسي ونيابة عن كل مكونات الجامعة، أتقدم إليكم معالي الوزير بالشكر الجزيل على هذه الزيارة الميدانية الميمونة التي تشعرنا بالمؤازرة والتعاضد والوقوف الشخصي لمعاليكم على مكامن القوة ومكامن الضعف في الجامعة. كما لا يفوتني أن أذكر بأن معالي الوزير أكد على لقاء جميع مكونات الجامعة من حيث ممثليها في مجلسها، وكذا الزيارات الميدانية التي سيقوم بها لمجموعة من المؤسسات الجامعية بعد هذا اللقاء. كما أؤكد لكم أيها الحضور الكريم أننا وجدنا عند معالي الوزير منذ تحمله مسؤولية هذا القطاع الصدر الرحب والباب المفتوح والآذان الصاغية لمشاكل جامعة محمد الأول والاستجابة لمطالبنا، إذ عمل هذه السنة على إضافة جامعتنا 6 مناصب إضافية بالإضافة إلى حصيصها، وتخصيص مبلغ 10 مليون درهم لتسديد الديون، يعني لراست أم ريكوفري، و50 مليون درهم لتوسعة الناظور، واستد 1 مليون درهم لتأهيل الفضاء الجامعي بالإضافة إلى الميزانية المخصصة لجامعة محمد الأول. ونحن على يقين أنه كلما كانت مطالبنا مشروعة والإمكانيات لديه متاحة إلا واستجاب لمطالبنا. كما أتقدم بالشكر الجزيل لكافة مكونات المجلس الذي استجاب للدعوة كما عودتنا على ذلك في كل المناسبات واللقاءات، وهذه بالخصوص مناسبة يحضر فيها معالي الوزير المسؤول عن القطاع لنتقاسم الآلام ونتشارك الآمال، وفرصة للجميع للتعبير عن اقتراحاتهم للمساهمة في ترسيخ نموذج تنموي بيداغوجي وبحثي قوامه التنوع والانفتاح من أجل جامعة الغد، جامعة تواكب المشاريع التنموية بكل أصنافها التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية همها الرفع من قابلية الخريجين للاندماج في سوق الشغل. ومرة أخرى أرحب بالسيد الوزير والسيد مدير ديوانه على تكبدهما عناء السفر وقساوة الجو، لأن البارح من جينا كانت 5 درجات، للتواصل معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.